كان جيم هي فكرة ممتازة. الذهب هناك اقتصاديا ومضرب، لكن هل من الناحية السياسية سيتم القبول بها؟ وهل على أن المرتكزات الدستورية تسمح بذلك؟ وهل على أن القانون التنظيمي المفترض أن يناقش ويصوت على الطلبة يسمح بذلك؟ كما تعلمون على أنه وفقا للقانون الدستوري، على أنه وفقا للفقه الدستوري والفلسفة التي تحكم الدستور المغربي، على أنه هناك على حال لجنة استشارية ملكية أسست إليها مأمورية بإعداد مشروع ديال الجيو. وكما تعلمون في هذا وفقا لهذا النسق الدستوري وفقا لهذه الفلسفة الدستورية على أنها هي استشارية طبعا تشتغل إلى جانب الملك، كما كان الأمر بالنسبة إلى الدستور على أنه كما تعلمون على أن الملك هو واضع الدستور، أي هو السلطة التأسيسية الأصلية وهو السلطة التأسيسية الفرعية المعدلة للدستور. ومن ثم على أن هذه اللجنة أعتبر وأعتقد وفقا للنسق الدستوري على أن هذه اللجنة لن تعمل ولن تعمل ولن يعمل البرلمان وفقا لتحليل طبعا هذا النسق الذي يحكم الفلسفة الدستورية في المغرب على أنها لن تجرؤ على تعديل هذا المشروع. إذا الدور هنا هل أن الأحزاب السياسية والبرلمانية من معارضة ومن أغلبية قادرين على الاتحاد أن يبدوا برأيهم بما يتعارض ومع ما ورد في وثيقة أي في ما ورد في اللجنة الاستشارية التي ثبجت واقترحت المشروع كما هو عليه الحال، علما على أن ما ورد في المشروع لا يتعارض مع ما ورد في الوثيقة ويتضمن مقتضيات على الاتحاد تخل بأسس وبأصول الجوية المتعارف عليها دوليا، لأن إذا كانت الديمقراطية التمثيلية تقتضي على أن من يتولى تمثيل الشعب وكما تعلمون وفقا للدستور لم ترد في الدستور المغربي كلمة مواطن نهائيا، لم ترد. إذا هذا إشكال سياسي، هذا إشكال يحكم طبعا الأزمة وأزمية النسق الدستوري في المغرب. أنا أقول على أنه إذا كانت هناك الاتحاد المغرب يريد أن يذهب في إطار بناء ديمقراطية حقيقية. الديمقراطية الحقيقية طبعاً تكون انطلاقاً من الديمقراطية التمثيلية وليس انطلاقاً من الديمقراطية التشاركية كما يحاول على الاتحاد أن يتم تسييد هذا المفهوم من طرف على الاتحاد إما فاعلين جمعويين أو من طرف فاعلين على الاتحاد آخرين. إذاً الأحزاب السياسية يجب أن تكون لها أدوار، أن تكون لها استقلالية في القرار، أن تكون استقلالية في المقترحات سواء كانت قانونية أو سياسية. إذن الجوية هو مفهوم سياسي في عمقه، هو مفهوم طبعا يستمر إلى الدستور. وكما تلاحظون على أنه هناك على الاتحاد تداول كثيرا مفهوم الجوية الموسعة أو الجوية الموسعة أو الجوية المتقدمة. هذا الاصطلاحان لا وجد لا مكانة لهم في المفاهيم الدستورية. ليس هناك لا يمكن أن نتحدث عن الجوية الموسعة أو عن الجوية المتقدمة. هناك جوية. الجوية يجب أن تضاهي في بعض الدول الديمقراطية كما هو الشأن في إسبانيا أو في ألمانيا أو في سويسرا أو في غيرها من الدول